فمن أسعد مني اليوم بهذا الحضور والتكريم مع أحبابي وأخواني الذين أحبيتهم وأحببتهم في الله وقضيت معهم أحلى أيام حياتي. الإخوة الحضور، خلال فترة عملي بالمنطقة الشمالية تشرفت بخدمة الجميع، وهذا شرف كبير لي، ولا بد أنه حصل بيني وبعض الإخوة ما يحدث بالعادة بين الأشقاء من اختلاف وجهات نظر أو تقصير خطأ صدر مني بحق أحدكم بغير قصد، لذا أطلب العذر والسماح والعفو، فإن العفو من شيم الكرام وأنتم كرام. سامحكم الله وأخذ بأيديكم وجزاكم الله عني خير الجزاء، والله يحفظكم ويرعاكم. وختاما لا أقول وداعا بل أقول إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.